الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض مقالا يتناول المشهد السياسي الإسرائيلي من صحيفة هآرتس، كما نتطرق إلى التداول المتواصل للحملات الإنسانية المتضامنة مع ضحايا الزلزال، فيما نبدأ من المخطط الإسرائيلي للاستيلاء على الكنيسة المارونية في مدينة عكا القادمة. إذن نتحدث عن مخطط يستهدف ليس فقط الكنيسة المارونية في مدينة عكا القديمة، وإنما الكنائس المجاورة لها كذلك، ويسعى إلى تحويل المبنى السكني الملاصق للكنيسة المارونية لمسرح ومطعم ومقهى، والاستيلاء على الحجرات الأثرية في رواق الكنيسة. نستمع إلى حديث أحد الخوارنة حول هذا المخطط. هذا المبنى المشار له هو بعد مبنى الكنيسة اللي بعود برجع بقول 1741-1751، ما بيقدروا يدعوا حسب اللي اشترى المبنى اللي هو توماس فالدر، بيدعي على انه كل شيء بيعود للمبنى اسفل وفوق. يعني بما معنى انه مؤشر انه ممكن يوصلوا لمبنى الكنيسة. للأسف الشديد مدعوم المشروع من بلدية عكا واضح. ومن التفاعلات، إلهام عياش كتبت: عصية هذه المدينة على مخططاتهم، هكذا كانت وهكذا ستبقى. أما سند بحوث فقال يعني دايرين على كل محل مقدس عشان يحولوا له بارك على أساس في نقص بالمساحات والمحلات. يواصل ملف الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية تصدر المشهد في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انضم مؤخرا عدد كبير من الفنانين العرب والسوريين إلى الحملات التضامنية لتسليط الضوء على هذه الكارثة الإنسانية. رسالة موجهة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو حسابات سياسية أو دولية. الشمال السوري منطقة منكوبة بالكامل. الوضع مأساوي، بس نحن لساتنا محكومين بلعنة الأمل إنه ممكن بآخر لحظة يصير معجزات ولسه يكون في ناس عايشين تحت الأنقاض ولسه ممكن نقدر ننقذ. ومن جانب آخر وبلغة بسيطة، طلب عمال في مطار جدة السعودي من معتمرين أتراك إيصال تبرعاتهم إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي. المعتمرون أعربوا عن دهشتهم من تصرف العمال وأكدوا أنه سيتم إيداع النقود في الحسابات البنكية المخصصة لهذه المساعدات. وكذلك لم تخلو المدرجات الرياضية الفلسطينية من هتافات دعم ومساندة من القلب، وذلك خلال مباراة شباب الخليل والسموع. نتابع. في الفترة الأخيرة تتوارد المقالات والإفادات السياسية والتاريخية في إسرائيل، وتسارع لتوصيف المشهد السياسي المعقد والذي قد يودي بالنظام العام إلى الهاوية. أحد المقالات كان في صحيفة هآرتس الأسبوعية، واقتبس عن أحد المؤرخين الإسرائيليين جملا قد تصدم القراء أنفسهم. يقول المقال: إن حكومة إسرائيل لديها وزراء من النازيين الجدد، إنها بالفعل تذكر بألمانيا عام 1933. ويقول مؤرخ الهولوكوست دانييل بلاتمان: إنه مندهش من السرعة التي تندفع بها إسرائيل نحو الفاشية. كما يستقرئ المشهد الحالي مؤكدا أنه وفي اللحظة التي يمر فيها الإصلاح القضائي ستكون إسرائيل في واقع آخر. وبهذا نصل ختام بانوراما لهذا اليوم. لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.